وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة السيد عبد الله عبد العزيز العمري مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. سيد العمري، بداية نرحب بك، وهل لك أن تحدثنا عن الرعاية الملكية السامية من قبل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأيضا دعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لحفظة كتاب الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا القرآن الكريم، تعليم القرآن الكريم ونشر علوم القرآن الكريم وخدمة المصحف الشريف ورعاية حفاظ القرآن الكريم وطلابه في مملكة البحرين هو يعني جزء من اهتمام القيادة الرشيدة جلالة الملك المعظم حفظه الله تبارك وتعالى، يعطي ويولي هذه المراكز والحلقات القرآنية والعاملين فيها والدارسين فيها برعايته واهتمامه، وقد تجلى ذلك في الكثير من المبادرات والمشاريع والمسابقات القرآنية التي حظيت برعاية خاصة من جلالته، وعلى رأس هذه المسابقات جائزة البحرين الكبرى التي يعني أمضت من عمرها أكثر من ربع قرن من الزمن، ومسابقة القارئ العالمي، وكذلك شمل يعني جلالته مصحف البحرين بالأمر بطباعته، وأصدر مرسوما بإنشاء إدارة لشؤون القرآن الكريم تختص بإدارة كافة الأمور المتعلقة بالقرآن الكريم وخدمته، كما أصدر جلالته أمرا بإنشاء معهد القراءات وإعداد معلمي القرآن الكريم. نعم. كل هذه المظاهر وكل هذه المشاريع هي أمثلة على اهتمام جلالته بالقرآن الكريم وخدمته له. والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء الموقر تسير في هذا الطريق وتنتهج هذا المنهج في خدمة القرآن الكريم تجسيدا لتوجيهات جلالته، والتي كان من ثمارها يعني تمثيل مملكة البحرين في مسابقات عديدة للقرآن الكريم دوليا وتحقيق مراكز متقدمة فيها، وهذا مثل اليوم نشهده من أمثلة تميز مملكة البحرين في الميدان الدولي. نعم. في مجال القرآن الكريم، وفوز المتسابق محمد العمري بجائزة بالمركز الثاني في مسابقة الملك عبد العزيز التي تعد من أقدم المسابقات القرآنية وأكبرها من حيث عدد الفروع ومن حيث عدد المشاركين. طيب، في سياق ما ذكرته الآن سيد العمري، عذرا على المقاطعة، ولكن في سياق ما ذكرته برأيك ما الذي تمثله مسابقة الملك عبد العزيز الدولية للقرآن الكريم بالنسبة للبحرين بشكل خاص واللي حصدوا فيها أبنائنا على المركز الثاني؟ نعم، مسابقة الملك عبد العزيز كما ذكرت هي تعد واحدة من أقدم المسابقات القرآنية الدولية، وتعد واحدة من أكبر المسابقات القرآنية من حيث عدد الفروع ومن حيث عدد المشاركين فيها. 117 دولة شاركت في هذه المسابقة، عندما تتبوع مملكة البحرين المركز الثاني بين هذه الدول في مسابقة حفظ القرآن الكريم وتفسيره، فهذا يدل على أن هناك نوعيات يعني متميزة جدا من المتسابقين البحرينيين الذين يستطيعون التنافس في هذه المسابقات وتحقيق مراكز متقدمة بين هؤلاء المتسابقين، وهو يعكس جودة العملية التعليمية يعني تعليم القرآن الكريم في المراكز والحلقات القرآنية. نعم سيد العمري، يعني هذه الجهود أكيد لم تأتي من فراغ، وبلا شك أنتم في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لكم دور كبير لرعاية حفظة القرآن الكريم وتعليمه أيضا، هل لك أن تطلعنا باختصار على دوركم كوزارة في هذا المجال؟ طبعا وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يعني تجسد يعني اهتمام القيادة الرشيدة بالقرآن الكريم وخدمته من خلال فتح مراكز وحلقات القرآن ونشرها في مختلف مناطق مملكة البحرين. الآن في هذه المراكز ينتظم للدراسة فيها أكثر من 30,000 طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية ومن الجنسين، ويدرسون عدة برامج دراسية ويعني تمتد لمختلف الفئات العمرية التي تلتحق بهذه المراكز وحلقات القرآنية. الوزارة تقيم عدد من المسابقات المحلية وتشرف عليها، وتقيم كذلك العديد من البرامج والأنشطة المتنوعة في مجال القرآن الكريم من أجل خدمة هؤلاء الدارسين والمنتسبين في هذه المراكز والحلقات القرآنية، وكثير من الجهود أيضا يعني يعلمها القاصي والداني حول خدمة الوزارة وسعيها في يعني الاهتمام بالقرآن الكريم في مملكة البحرين.